أوجه بطلان عبادة عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام من أفضل الرسل الكرام، وهو أحد الأنبياء الموصوفين بأنهم من أولي العزم من الرسل الذين أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم في صبرهم، وليس له من خصائص الألوهية والربوبية شيء، ولكن أتباعه قد غلوا فيه واضطربوا في حقيقته، فقال بعضهم هو إله، وقال بعض آخر هو ابن الإله، وذهب نفر منهم إلى أنه خليط مجتمع من الإله والبشر، واتخذوه إلها من دون الله جل وعلا. وكل هذه اعتقادات فاسدة أبطلها الله تعالى في كتابه الكريم من وجوه عدة، أبرزها: 1- إنه عليه السلام بشر اصطفاه الله تعالى وكرمه بحمل رسالته، وليس له من الألوهية نصيب. قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. 2- إنه عبد من عباد الله تعالى، فليس له شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية. قال الله تعالى: أن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. 3- إن الله تعالى بيّن في القرآن الكريم أن من اعتقد فيه شيئاً من خصائص الربوبية أو الألوهية فقد كفر. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. 4- إن الواجب هو عبادة الله وحده لا شريك له، فمن عبده عليه السلام فقد خالف أمر الله عز وجل. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، سبحانه عما يشركون.